السلام عليكم. اليوم نروحوا لملعب البوليده حيث فيه تقدم كبير لحاله العشب الطبيعي التي تم زرعه في ملعب رئيسي بالبوليده، وكذلك بالملعب نتاع التدريبات اللي الان لحقنا المرحله تاع القص تاع العشب هذا. وانا اقترح انه هذا المركب تاع البوليده عندما يتم إنشاؤه يخصص للرياضات العسكرية، شأنه شأن المركب اللي موجود في بن عكنون، مركب عسكري للجيش الوطني الشعبي. إذن ممكن، خاصة وأنه منطقة تاع البوليدة فيها ثكنات عسكرية كثيرة، يمكن أن يصبح هذا المركب تاع البوليدة يصبح مركب عسكري خاص بالرياضيين العسكريين، فريق الوطني العسكري. إذا الشيء جميل أن يكون مخصص لهم مركب هذا تاع البوليدة. أنا أكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.